مرحبا، أنا حمزة ريان، طالب هندسة مدنية في جامعة الحسين التقنية. أول ما خلصت مدرسة زي باقي الطلاب فكرت إني أكمل دراستي برا وألف العالم، بس لغيت الفكرة مجرد إني سمعت عن جامعة الحسين التقنية لأسباب كثيرة، من أهمها إنها الجامعة الوحيدة الموجودة في مجمع الملك حسين للأعمال في عمان اللي بيحتضن أكثر من 50 شركة محلية وعالمية في مجال التكنولوجيا والاتصالات. كمان إنها بتركز على التطبيق العملي والتعلم من خلال تنفيذ المشاريع في أحدث المختبرات والمشاغل الهندسية، وهي الجامعة الوحيدة اللي عندها برنامج تدريب عملي لمدة 8 أشهر داخل موقع العمل في أكبر الشركات اللي بوفر لنا الفرصة بالشغل لبعدين. وعلى سيرة التشغيل، أنا ميرا التميمي، خريجة هندسة عمارة، وبعد 3 أشهر من التخريج توظفت بأكبر الشركات للاستشارات الهندسية، شركة فخر دودين. وبتعتمد اللغة الإنجليزية كلغة تدريس أساسية معتمدة محلياً وعالمياً بيرسون. ولأنه فيها مركز للريادة والابتكار بيحتضن 27 شركة ناشئة في مجال الهندسة التكنولوجية زي شركة ديكابلوس وشركة الجبرا انتليجنس. وأهم شيء إنه الجامعة هي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد اللي بتدعم الشباب وبتهيئهم لسوق العمل. خليك جزء من المستقبل، لأن المستقبل ببلش من هون.